هنروح للقاء الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الوزيرة أكدت حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مع الإشادة في هذا الإطار بالدور الإيجابي لأعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير. للتفاصيل أكثر احنا معانا على التليفون النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيادة النائب أهلا بيك، وياريت تكلمنا عن الموضوعات اللي تم تناولها خلال لقاء نواب التنسيقية مع وزيرة التجارة والصناعة. أستاذة ريهام تحياتي لحضرتك ومشاهدينا الكرام. يمكن هذا اللقاء هو أتى في إطار حرص الجانبين نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة التجارة والصناعة على وجود تبادل للرؤى المختلفة إزاء القضايا الرئيسية والمهام الرئيسية اللي بتعمل من خلالها الوزارة، إضافة لبناء جسور من التواصل والتعاون بما ينعكس ما بين ما يمثله الطرفين سواء كانت الوزارة وبما تمثله من دور في الحكومة الحالية، وأيضا من جانب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باعتبارهم كتلة داخل البرلمان. وبالتالي هذا التواصل وهذا التعاون كان من الضروري ومن المهم، لأنه كما تناولنا في بداية لقائنا مع الوزيرة بأنه إحنا علينا دور في قياس الأثر، أثر ما تتخذه الوزارة من إجراءات ومن قرارات ومن عمل. النواب هم الموجودون في الشارع، وبالتالي هم اللي بيقيسوا أثر هذه القرارات على مختلف الفئات والفئات المستهدفة من خلال ما تقوم به الوزارة. يمكن تناولنا عدد من القضايا اللي بتمس طبعا ملفات التجارة والصناعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيات الصغر، ونقل النواب التنسيقية العديد من الاستفسارات الخاصة ب اللي بتشغل الشباب والراغبين في بدء المشروعات وتقديم في المجمعات الصناعية بالمخفضات. الحقيقة انه يعني كان جزء من استعراض الوزيرة هي استعراض لرؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالصناعات وإحلال الواردات ودعم المصدرين. إضافة لده أنه تم الإشارة إلى تطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة، وأيضا تم تناول بعض الأوضاع الخاصة بالمدن الصناعية الجديدة، وكان ما بينها وتطوير بعض المدن الصناعية والحرفية، وكان ما بينهم مدينة روبيكي كنموذج للتكامل الصناعي، وما تم من نقلت فيه المدابغ وتأسيس منطقة ورش ومصانع بجوارها. فالحقيقة إضافة لده كله أنه كان في العديد من الاتفاق حوالين ضرورة استمرار التواصل والتعاون ما بين الجانبين ووضع أثر لهذا التواصل والتعاون واستمرار هذا الجسر من الحوار. والحقيقة أنه كان يعني أحد الأمور التي أشارت لها الوزيرة بشكل مباشر هو حاجاتها الماسة إلى ضرورة أن نلعب دورا في المبادرات المجتمعية والتحرك في الشارع للقدرة على التحفيز بالذات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بالمجمعات الصناعية وغيرها من الأمور اللي بتشكل أهمية قصوى لمكافحة البطالة ولفتح آفاق جديدة من خلال تحفيز على التقدم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبديد أي مخاوف لدى الشباب أو الفئات المختلفة في الإقدام على هذه الخطوات في أن يكون لديهم مشروعهم الخاص أو القدرة على التحرك في إطار بعيد عن شبح الخوف من الحصول على قروض أو فشل هذه المشروعات. وبالتالي ده كان جزء حتى من تناولنا مع الوزيرة أنه على الوزارة دور كبير في دعم هؤلاء الشباب، ليس الدعم يقف عند توفير
الأماكن أو القدرة على إقراض بعض الشباب اللي بيحاولوا يدخلوا إلى مجالات محددة، وإنما أيضا متابعتهم ودعمهم من الناحية الفنية للتأكد من تحقيقهم للنجاح وقدرتهم على تمام يقدموا تجربة محترمة. ممتاز، شكرا جزيلا لحضرتك النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا ليك.